متابعينا الكرام، متابعي الحدوتة في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في بث مباشر جديد. معكم أسماء إسماعيل من الأسكندرية. طبعا الفترة اللي فاتت أو الفترة دي بنسمع عن حوارات كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة، عاملين مشاكل وعاملين قلق وعاملين حاجات بلاوي زرقاء. معايا النهاردة ومعاكم الإعلامية عزة محمد تشن هجومها على كروان مشاكل وإنجي حمادة. برحب بيكي. أهلا وسهلا بيك. عايزاكي في البداية تعرفي الناس عنك. الإعلامية عزة محمد من اسكندرية. أنا والله الموضوع ده ضايقني جدا، يعني إزاي إعلامية تهين نفسها للدرجة دي عشان الشهرة وترجع في الآخر تقول الحقوني ومش الحقوني، يعني مش فاهمة. انتي صغيرة مثلا، ده انتي قد أم وده عيل صغير، إيه وكل ده عشان الشهرة وعشان الفلوس. فأنا مش عارفة هي بتعمل كده ليه بصراحة، يعني إيه قلت مننا كلنا، وبتخبط في الصحفيين وفي الإعلام، يعني بوظت الدنيا خالص. فديت استحالة تكون إعلامية والمفروض البرنامج بتاعها يقف أصلا. بس فالموضوع مضايقني قوي يعني. فانتي رأيك ايه بقى؟ طيب انتي شفتي اول حاجة الفيديوهات بتاعتها هي قرار مشروع؟ لا الفيديوهات صعبة قوي، الفيديوهات دي المفروض يعني مخلة بالأداب. يعني بوجه رسالة للنائب العام او اي حد يلمها الست دي، لان الموضوع برضو مش حلو خالص. انا برضو مش عايزة اغلط، لان اللي انا شايفاه منها ومن الولد اللي هو اللي ضحك عليها اللي شبه الشيطان ده، وهي بقى جريت معاه عشان الشهرة. طب تقولي ايه ان هي طلعت وقالت هو ضحك عليها؟ طب هل هي صغيرة عشان عيل يضحك عليها؟ إيه ازاي يعني ضحك عليها؟ ده عيل صغير، يعني هي كبيرة، دي حاجة 40 سنة، يعني إيه كله بمزاجها، مفيش حد ضحك عليها. هي بس لما لقيت نفسها هتقع طلعت قالت الحقوني. وتلاتة احنا متجوزين وفي عقد بالظبط كده. إيه ازاي متجوزة عيل من دور عيالك انتي، وعيل معلش يعني انتي عرتينا، انتي ما ينفعش تكوني اعلامية اصلا، انتي عرتينا. انا بطلب البرنامج بتاعها دوت يقف خالص بس، وحد يلمها شوية. والولد اللي سايبينه لهبل، اللي عمال يهبل العبيط دوت اللي هي ماشية وراه، واي حد ماشي وراه عشان الشهرة، اللي بيقول الفاظ وسايبينه، مرة يطلع يقول مش عارف ايه وايه وايه، ده ايه أبو الكلام أيمن اللي بالأرض. ايه ده؟ انا مش عارفة اقول الكلام اللي هو بيقوله بصراحة. لا ده بيقولوا الفاظ اكتر من كده، والفيديو اللي هي عاملاه اللي فوق السطح المطبخ والمطبخ، ايه ده؟ انتي ازاي اعلامية؟ عايزة افهم انتي ازاي اعلامية؟ انتي ليه قلتي من نفسك عشان الشهرة وعشان الفلوس؟ طب هديك هتروحي في داهية، نفعك بايه الشهرة؟ طيب دلوقتي لما طلعت وقالت احنا متجوزين والعقد اهو، هو طلع نفى ان هو اتجوزها وقال دي انا مدورة. سمحت حاجة زي كده؟ قال لا انا ما اتجوزتهاش. هي فعلا طلعت عقد، تقريبا عقد عرفي، وقعدت تعمل كل ده برضه عشان خاطر الشهرة. مش عارفة هي بتعمل كده ليه، عقد ايه العرفي، وازاي انتي اعلامية وتقولي ان انا متجوزة عيل صغير عرفي؟ ازاي كل واحد معاه ملمين كده هيعمل برنامج يبقى اعلامي؟ لا ما ينفعش طبعا. طيب دلوقتي انا عايزاكي توجهي لها رساله، انا توجهيها الرساله اللي انا هقولها لها المره الجايه، انا لو طلعت، لو انت ما لمتيش نفسك يا انجي، المره الجايه انا لو طلعت الملف بتاعك كله هطلعه. فانا مش عايزه اتكلم برضو عشان دي اعراض ناس، فانا بحذرك لو هبلتي كده بالطريقه اللي انت بتهبلي بيها ملفك كله هيطلع. إيه وبلاش تقولي ان انتي اعلاميه بقى عشان انتي عرتينا بجد. انتي ازاي اعلاميه؟ وانا هعرف برنامج ده وقفهولك ازاي؟ هتقدمي بلاغ؟ اكيد طبعا لازم، طيب هي كده ساءت بينا كلنا. دلوقتي بالنسبة لقرار مشاكل، في ناس بتدعي ان هو مريض نفسيا. طب لا مريض هو نفسيا مش مريض نفسي، هو بيمشي برضو ورا الناس اللي هي تعالى نعمل كده عشان الفلوس وعشان الشهرة. هو عيل برضو تافه، عيل هو انا شايفاه عبيط، بس العبيط برضو ما يتسكتش عليه. عبيط يبقى ليه مستشفى يدخلها، لازم يتحاكم.
اذا كانت انجي ولا لو هو عبيط وبتقولوا عليه عبيط يخش مستشفى يتعالج، مفيش مشكلة. انما انجي حماده فهي انجي حماده عاقله دي كبيره، وكبيره و... دي حاجه واربعين سنه، يعني انت فاهمه، يعني انت ما تخليش عيل صغير دوت يلعب بيكي وفي الاخر تطلعي تقولي الحقوني الحقوني، ما انت كنت فرحانه وبترقصي وماسكه ورقه عرفي يا اعلاميه، اللي بتقولي اعلاميه محترمه، سنك حاجه واربعين سنه، متجوزه عيل من دور عيالك وطالعه في الاخر تقولي الحقوني، يعني انت فضحتينا اصلا، ازاي انت اعلاميه وورقه عرفي؟ يعني انت انا مش عارفه انا اقول لك ايه بصراحه، انت واحده قليله الادب و ما ينفعش تكوني اعلاميه، وانا عارف اوقف برنامج بتاعك ان شاء الله. طيب استاذه عزه، دلوقتي كلنا شفنا اللايفات اللي هي بتعملها على التيك توك و انت شفتي اعلاميه بتعمل كده؟ يعني معلش دي كاتبه، دي اقول ايه، دي لابسه قميص نوم، لابسه قميص نوم، مش فستان، طالعه دي لابسه قميص نوم وطالعه ترقص، وهو اساسا يعني هي حتى حجمها كبير مليانه، ولا احترمت سنها ولا احترمت جسمها المليان دوت عشان تلبس حاجه كده تبين تفاصيل جسمها، هي ما احترمتش اي حاجه، يعني هي لو ما عندهاش اهل، طيب ما عندهاش او ما عندهاش اولاد، طب خافي على نفسك، انت اكيد تعبتي عشان توصلي ان انت تبقي عالميه، مش اي عيل صغير يجي يقول لك يلا نعمل ترند تروحي معاه، مش عيله صغيره، انت كبيره، أيوة. بس اعلاميه ايه بقى وزفت ايه على دماغك، طبعا استحاله تكون اعلاميه. كلنا طبعا شفنا امبارح الفيديو بتاع فروان مشاكل لما طلع وغلط فيها وقال عنوانها ووزع رقمها. هي تستاهل، هو هو انا شايفاه عيل عبيط اهوت، بس بجد هي تستاهل وتستاهل اكتر من كده. طب ردك ايه عليها؟ هي قالت طبعا انا اللي هعرف اوقع قنوات مشاكل، ردك ايه عليها؟ انا والله انا مش عارفه ارد اللي هي بتقوله ده، توقعه في ايه؟ هي برضو هي لسه برضو يعني المفروض لو واحده غيرها تتنيل وتسكت ما تتكلمش تاني بعد الفضايح اللي هي اتفضحتها، الولا طلع وزع رقمها وعمل لها فيديوهات وهي اللي هي كانت معاه فيها ونزلها، انت عايزه ايه تاني؟ توقعي ايه؟ انت برضو بتجري ورا الشهره؟ يعني انت برضو مفيش فايده فيكي؟ انت مالكيش اهل؟ وقعت الصحفيين في بعض كلام. ايوه انا سمعت، يعني ما انا بقول لك استحاله دي تكون اعلاميه، هي ممكن يكون ضحكت لها على واحد اداها ملمين كده تعمل برنامج خلاص كده هي بقت اعلاميه، انا دي استحاله تكون اعلاميه، اساسا النقابه مش هتسكت على اللي هي بتعمله، فدي مش اعلاميه. لا بشكرك جدا، اشكركم متابعينا ومتابعي الحدوته في كل مكان، كنت معكم اسماء اسماعيل والى اللقاء.